أنا سمعت إنك بتدور على مستأجر لمحل الكوافير بتاع هويدا. حصل. وكنت عايزة أعرض عليك حاجة كده. قوليلي. بصراحة أنا كنت عايزة أخد المحل وهويدا مش مقتنع عشان في ما بيني وما بينها حوارات. وكنت عايزاك أنت تساعدني. بس أنت فاهمة طبعًا يعني الدنيا والفلوس يعني. أنا عندي استعداد أحط مقدم كبير وأقسط الباقي لو هي حبتني. حلو. بس قوليلي هو انت معاكي كام؟ يعني تحويشه كويس وممكن ابيع الذهب اللي عندي. طب لما هي تحويشه كويسه يعني وفي ذهب ليه رابطه نفسك بالمحل ده؟ امال اعمل ايه؟ شوف يا ميسا، انت ليك عندي مصلحه حلوه قوي، تبقي صاحبه كوافير في مول كبير. كده كده انا بدور على ناس تدخل معايا. بجد؟ هو انا ينفع اعمل كده؟ اه طبعا ينفع، ونص المشكله. وتبعدي بقى عن الحارة والقصص والحوارات اللي انت فيها دي. طب قولي كده على التفاصيل ونشوف ممكن نوصل لإيه مع بعض.